الكتاب الذي بين أيدينا اليوم يحمل عنوان الزراعة أيام الفراعنة لمؤلفه الأستاذ الدكتور محمد علي أحمد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس. والكتاب يأخذنا في رحلة عبر 7000 سنة من الماضي ليشرح لنا كيف استطاع الفلاح المصري القديم أن يتحول من الحياة البدائية والتقاط الغذاء إلى الحياة الآمنة والمستقرة. وهذا الكتاب تنصب فكرته إلى تلك الحضارة الفرعونية العظيمة التي نراها الآن ويراها العالم، ويتساءل البعض عن سر هذه الحضارة في منطقة زي منطقة شمال أفريقيا اللي لا توجد بها مثل هذه الحضارات ولا في العالم كله، وربما السر في ذلك يرجع إلى نهر النيل. فكرة الكتاب نشأت من دراستي وتدريسي لعلوم الزراعية داخل كلية الزراعة جامعة عين شمس، ومشاهدتنا وملاحظتنا لهذا التقدم العظيم للعلوم الزراعية والإنتاج الزراعي في عصر الفراعنة. وكانت مصر في ذلك الوقت تعتبر سلة غلال أوروبا، وكانت منطقة الصحراء ليس الصحراء كما نراها الآن، ولكنها كانت مناطق زراعية، وكانت الحقول من الدلتا حتى غرب البلاد عبارة عن حقول من القمح والشعير وما إلى ذلك. فكانت هناك حضارة عظيمة، وفكرة الكتاب نشأت من البحث عن أسرار هذه الحضارة، ما الذي جعل هناك حضارة فرعونية قديمة، وما هو سر اهتمام الفلاح المصري القديم بالزراعة، وما هي العوامل، مجموعة العوامل المتعددة التي جعلت من هذا الفلاح المصري محبا للأرض الزراعية ومحبا للإنتاج، ومن خلال الزراعة استطاع أن يبني حضارة عظيمة متقدمة. ربما يتساءل البعض ما سر تعلق الفلاح المصري القديم بأرضه. الحقيقة احنا لو نشاهد نجد انه ارض مصر تعتبر 95% منها صحراء، والوادي هو المنطقة الزراعية الموجودة على ضفتي نهر النيل، وبالتالي لم يكن امام الفلاح المصري القديم من وسيلة للحياة الا على ضفاف النهر، وهذا النهر يفيض في وقت ولا يفيض في وقت اخر، ويجد الماء في وقت معين ويختفي ويشح الماء في وقت آخر، وهو وقت الفيضان عندما يفيض به الماء. فارتبط الفلاح المصري القديم بشاطئ نهر النيل كمكان وحيد يستطيع أن يحيا فيه ويحيا عليه ويزرع نباتاته ويربي حيواناته ويبني أكواخه أو بيوته، وأيضا عمل على التنبؤ ومعرفة متى يفيض النهر حتى يستطيع أن يزرع، ومتى يشح الماء فيستطيع أنه هو يعمل حساب ذلك. وبالتالي نهر النيل بمعاده الثابت في الفيضان جعل الفلاح المصري القديم يحسب الوقت ويعمل لعامل الوقت كل حساب، لأنه تعلم من النهر الالتصاق بالنهر والالتصاق بالأرض ومعرفة المواعيد وتحديد الوقت. هذا كله جعل من الفلاح المصري القديم إنسان منظم، يعمل للوقت حسابه ويعمل للمكان حسابه، وهكذا نشأ الترتيب عند الفلاح المصري القديم قبل عصر الأفراد، قبل ما تبدأ الحضارة. الحضارة الفرعونية القديمة تم بنائها على فلاح يحترم الأرض ويحترم الوقت ويجيد استخدامه ويستغله أفضل استغلال، ومن هنا نشأ حب الفلاح المصري القديم لأرضه ولنباتاته ولحيواناته. استأنس الحيوانات واستأنس النباتات وعمل على إكثارها حتى ظهرت القرية المصرية. القرية المصرية ظهرت عندما احتاج الفلاح إلى معاونة زملائه ومعاونة جيرانه، لأن العمل الزراعي ليست حرفة وحيدة لشخص وحيد، ربما الرعي تكون حرفة وحيدة لشخص ما يقوم بالرعي، أما الزراعة فهي تحتاج إلى تكاتف الأفراد، وهنا من هذا التكاتف وهذا التعاون ظهرت القرية المصرية في باكورة وبداية الحضارة الفرعونية القديمة. ظهرت القرية المصرية لأفراد
تم تنظيم العمل فيما بينهم. هناك رئيس للقرية، وهناك مساعدين، وهناك مزارعين، وهناك بائعين، تخصص العمل، وأصبحت هناك قرية في وقت كان العالم كله عبارة عن أناس يتجولون لالتقاط الغذاء. في الوقت اللي كان العالم يلتقط الغذاء ولا ينتجه، كان الفلاح المصري القديم ينتج غذاءه ويحسنه ويجوده ويخزن هذا الغذاء لأوقات عندما يشح فيها الغذاء. فابتدت القرية المصرية مبكرا. عندما كبرت القرية المصرية أصبحت هناك مدينة ولها بعض القرى، بقى هناك إقليم يضم مدن وقرى، وهناك تنظيم، وهناك تبادل للسلع والمواد الغذائية والخدمات. وهنا ظهرت بداية الحضارة الفرعونية القديمة. هذه الحضارة الفرعونية القديمة تدين للفلاح المصري القديم الذي أحسن استغلال المكان وأحسن استغلال الوقت، والفضل يرجع إلى نهره. وفي موضع آخر من كتاب الزراعة أيام الفراعنة، وضح مؤلفه الدكتور محمد علي أحمد أن العصر الحجري الحديث هو العصر الحقيقي الذي نشأت فيه القرى المصرية التي كانت تتناثر على المرتفعات البسيطة الارتفاع على حافة نهر النيل. وتميزت تلك القرى المصرية القديمة بأن إنسان ذلك العصر تحول نشاطه من الصيد إلى الرعي وفلاحة الأرض، مما أدى إلى استقراره بجوار النهر وحول روافده وبحيراته. ولم يتوفر للمصري القديم أنواع متعددة من الفاكهة، ففي الوقت الذي عرف فيه العنب والتين والبلح عرف أيضا البطيخ والشمام، إلا أنه لم يعرف البرتقال ولا الليمون ولا الموز. كما عرف المصريون القدماء اللبن ومنتجاته مثل القشدة والزبد والجبن، وكذلك عسل النحل. وقد برعت الفلاحة المصرية في طهي الطعام على الرغم من استعمالها لأدوات طهي بسيطة، حيث استعملت الموقد الفخاري واستعملت الحطب والخشب كوقود. هكذا يظهر لنا كيف اهتم الفلاح المصري القديم بنهر النيل، وهذا راجع إلى أن النهر كان هو منبع الحياة. لا حياة للفلاح المصري وللأرض الزراعية والنباتات والحيوانات دون نهر النيل. ولا عجب أن أحد المؤرخين هيردت أن يقول أن مصر هبة النيل، فهي دي الحقيقة فعلا، ولكن هبة النيل وهبة الفلاح المصري الأصيل المحب للأرض. لقد أطلق الفلاح المصري القديم على نهر النيل اسم الإله حازم، واعتبر هذا النهر إله، وقدس هذا الإله، قدسه من خلال احترامه لنهر النيل وحسن استغلال المياه بتاعته وعدم تلويثها. ويعني ربما هذا يجعلنا يعني ونحن أحفاد الفراعنة أن نتذكر أن أجدادنا كانوا يحترمون نهر النيل ويقدسونه ولا يلوثوه. وبالأحرى يجب علينا إحنا في هذا العصر، في عصر أن قطرة الماء لها ثمن، وأن القرن الحالي هو قرن الماء، أن إحنا نهتم ونعود إلى أجدادنا الفراعنة ونهتم بنهر النيل ونحسن من استغلالنا للمياه ولا نلوثه. وطبعا العودة إلى أصولنا أحمد، وهذا من فضل الله علينا نهر النيل. لقد احتفى الفلاح المصري القديم بنهر النيل، وكان يعتبر جميع أعياده تنصب في نهر النيل. لقد قسم الفلاح المصري القديم السنة إلى 12 شهر، والشهر إلى 30 يوم، وكانت السنة عنده 365 يوم. يعني هو من وقت مبكر استطاع أن يقسم السنة والشهر والأيام، وكانت هناك احتفالات في أوقات معينة يحتفي بها الفلاح. يحتفي الفلاح بالفيضان، ويحتفي بالإله حابي الذي يحافظ على مواعيده في وقت الفيضان ولا يخلف الميعاد. وهذا الفيضان بالنسبة للفلاح هو بعث للحياة وبداية الزراعة وبداية الحياة في وادي النيل، فكان يحتفي بالفيضان، وما زلنا حتى الآن نحتفي بهذا اليوم اللي هو وفاء النيل. وكان فيه أيضا يحتفي الفلاح ببداية الزراعة،
وكان الفرعون يبدأ بحرث أول خط في الأرض الزراعية، يتبعه المزارعين المختلفين عشان يبتدوا الزراعة، وبالتالي كان هذا أيضا احتفاء كبير. وكانت هناك احتفالات، هذه الاحتفالات كانت تتمشى مع التوقيت الذي وضعه الفلاح أو التقويم للشهور والأيام. فكانت هناك أيام سعيدة يحتفل فيها الفلاح المصري القديم بيوم الحصاد أو بأيام أخرى من الأيام اللي هو لها علاقة بالآلهة، يحتفل بميلاد الإله أو بما إلى ذلك. وكانت الاحتفالات تصب في نهر النيل أيضا، عبارة عن قوارب مزينة وأناشيد كما نفعل نحن الآن في كثير من الأعياد التي نجد فيها صفحة نهر النيل مزدانة بالمراكب الصغيرة والشباب والأغاني وما إلى ذلك. فنحن أحفاد الفراعنة وما زلنا نحمل بين جوانحنا عبق الماضي الجميل بتاع الفراعنة اللي احنا أحفاد. وعن الطيور والحيوانات في القرية المصرية القديمة تحدث الدكتور محمد علي أحمد في فصل خاص من كتابه الزراعة أيام الفراعنة قائلا: عرف الفلاح المصري القديم العديد من أنواع الحيوانات والطيور، مثل أنواع عديدة من البط والأوز وأبي قردان. وهناك قائمة كبيرة من الحيوانات البرية التي كان يصطادها أجدادنا من الفلاحين المصريين القدماء، مثل الثيران الوحشية وكذلك الأيائل والظباء والمها. ومع بداية عصر الأسرات المصرية القديمة، أي منذ نحو 4000 سنة قبل الميلاد، اهتم الفلاح المصري القديم بتربية قطعان الماشية مثل الماعز والضأن والماشية الكبيرة وكذلك الحمير، التي كانت وسيلة النقل الوحيدة في ذلك الوقت. ولم يدخر ذلك الفلاح جهدا في استئناس قطعان الثيران والأبقار، سواء للحصول على لحمها ولبنها أو لمساعدته في جر المحراث ودراس الحبوب. ما هي النباتات التي اهتم بها الفلاح المصري القديم في زراعتها والاعتناء بها؟ كانت هذه النباتات في مجملها نباتات برية نابعة من البيئة المصرية. والفلاح المصري القديم ذكي، وكان يختار بعناية النباتات التي يجد فيها مصدر للغذاء زي القمح والشعير، أو مصدر للكساء زي القطن والكتان وغيرها من النباتات الليفية اللي ممكن تعمل منها أنسجة. الأشجار، شجرة الجميز والصمت وغيرها من الأشجار اللي كان الفلاح المصري القديم يستظل بظلها أو يستخدم خشبها في صناعة الأثاث والمنازل. النخيل، نخيل البلح من الأشجار القديمة اللي الفلاح المصري القديم استخدمها، طبعا استخدمها كمصدر للغذاء البلح، واستخدم الجذوع في بناء المنازل والأعمدة والمعابد. حتى أنه عندما بدأ الفلاح المصري القديم في استخدام الأحجار لصناعة أعمدة المعابد، نقشها لتبدو كأنما هي جذع لنخلة. هكذا اختار الفلاح المصري القديم النباتات التي يقوم بزراعتها ويعتني بها وبالأشجار، وكان ذلك ينم عن ذكاء وخبرة استمر عليها الفلاح المصري، حتى استطاع أن يزرع مساحات شاسعة من هذه النباتات ويرويها بماء النيل، ويخترع ويبتكر وسائل للري لم تكن مألوفة قبل ذلك زي الشادوف. وما زال لحد النهاردة في بعض قرى مصر يستخدم الشادوف، وهو وسيلة بدائية عبارة عن وعاء معلق بحبل في عمود، ومن الطرف الآخر حجر ثقيل يسهل على عملية رفع الماء من المستوى المنخفض إلى مستوى آخر مرتفع هو مستوى الحقل. وبالتالي استطاع الفلاح أن يختار نباتاته ويوفر لها الماء بوسائل متعددة، ثم ابتكر أدوات للزراعة زي الفأس زي المحراث. هذه الوسائل لم تكن مألوفة من قبل، ولم ينقلها عن حضارات أخرى قديمة،
ولكنه ابتكرها، واستمر هذا الابتكار. استخدم الحيوانات زي الثيران في جر المحرك حتى يوفر على نفسه المجهود، وحتى يستطيع أن يقوم بزراعة مساحات شاسعة من الأرض الزراعية وصلت إلى نحو 7 مليون فدان موجودين في مصر في ذلك الوقت. وكان تعداد مصر في ذلك الوقت عدة ملايين قليلة، يعني ربما 2 أو 3 مليون في العهد الفرعوني المتأخر. والآن عندما نرغب في المقارنة بين ذلك العصر الذهبي للزراعة أيام الفراعنة وعصرنا الحالي وما نعيشه الآن من عصر الزراعة الحديثة، ولو تخيلنا أن هناك أحد الفلاحين القدماء، أجدادنا الفراعنة القدماء، جاء في سفينة زمنية خيالية ليشاهد الوضع الحالي من الزراعة، أولا هيكتشف أن الصحراء جرداء، وهو لم يكن معروفا في أيام الفراعنة. أيام الفراعنة عندما كان يفيض النيل فكان يغمر الأراضي المجاورة ويكون الكثير من المستنقعات والمسطحات المائية التي كانت تمتلئ بالأسماك وتمتلئ بالحيوانات البحرية الحيوانات المائية. وعلى حواف هذه البحيرات توجد النباتات المختلفة، وأيضا يقوم الفلاح بزراعة مساحات إضافية من الأرض الزراعية على حواف هذه البحيرات والمسطحات المائية والمستنقعات. فلم يكن النيل وضفافه فقط هي المنطقة التي يعيش فيها الفلاح، ولكن كان وادي النيل يمتد وقت الفيضان إلى أبعد من ذلك بكثير، وكانت الصحراء ليست جرداء كما يحلو لنا الآن أن نقول الصحراء الجرداء، لم تكن جرداء. أيضا كانت هناك الكثير من الحيوانات العشبية زي الغزلان وغيرها من الحيوانات التي تعيش على حواف الصحراء وعلى تخوم القرى وحول المناطق الزراعية الأخرى اللي هي عند البرك والمستنقعات. فكان الفلاح المصري القديم يجد غذاؤه وفيرا من الأسماك ومن النباتات البرية التي تنمو ومن الحيوانات التي يقوم باصطيادها، يقوم بجولة أو برحلة من الصيد ويعود محمل بالحيوانات البرية الكثيرة التي كانت موجودة في ذلك الوقت. فلم يكن غذاء الفلاح مصدره ما يقوم بزراعته فقط، فعلى الرغم من المساحة الزراعية الكبيرة في ذلك الوقت والتعداد السكاني القليل في هذا العصر من الفراعنة، كانت هناك مصادر أخرى للغذاء موجودة في مناطق بعيدة عن المجرى الطبيعي لنهر النيل. ولكن الآن ماذا حدث؟ لقد حد نهر النيل بمجرى ثالث، ولم يعد يفيض كما كان يفيض من قبل ويكون المستنقعات والبحيرات وما إلى ذلك، وهكذا تراجع حد الخضرة إلى مساحات قليلة بجوار نهر النيل، وأصبحت الصحراء جرداء ولم يعد فيها نباتات ولا حيوانات ولا حياة، وأصبح لا يوجد مصدر إضافي للغذاء اللهم إلا المصدر الطبيعي، وهو ما يقوم الفلاح بزراعته من نباتات أو ما يقوم بتربيته من حيوانات. وفي نفس الوقت زاد السكان. عندما نتحدث عن الزراعة أيام الفراعنة فنحن نتحدث عن 1 مليون مواطن واثنين مليون وثلاثة، وكانت مساحة الأرض الزراعية نحو 7 ملايين. الآن مساحة الأرض الزراعية ربما تكون 7 مليون، ولكن العدد زاد إلى 70 مليون نسمة. الأرض الزراعية الخصبة استغلت في البناء وبني عليها مدن وقرى وما إلى ذلك، واتجهنا إلى استصلاح الأراضي الصحراوية التي تحتاج إلى فترات طويلة جدا حتى تصبح منتجة، ولا يمكن مقارنة إنتاجها بإنتاج الأرض الزراعية. كتابنا اليوم الزراعة أيام الفراعنة، مؤلف الكتاب الأستاذ الدكتور محمد علي أحمد
أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والكتاب صدر عام 2000 عن سلسلة اقرأ التي تصدرها دار المعارف. الكتاب من الحجم الصغير، وقع في حوالي 10 فصول في أقل من 200 صفحة، والكتاب مكتوب بلغة بسيطة يستطيع أن يتفاعل معها القارئ العادي، فالكتاب مكتوب لغير المتخصصين، ولكن الكتاب تناول أمور علمية ووضعها في شكل مبسط جدا، ولا غرابة في ذلك حيث أن مؤلف الكتاب له عديد من المؤلفات في تبسيط العلوم، فهو أحد الأساتذة المثقفين من أبناء الجامعة. الكتاب أولا وأخيرا يعد كتابا فكريا ثقافيا عاما لقطاع عريض من المثقفين والقارئين. الكتاب أعتقد يعني سبب إثارته فكريا لدى كاتبه أنه استلفت نظره مع الألفية الثالثة التي بدأت هذا العام، أن تاريخ الإنسانية قد يفهم غلط أنه بدأ منذ 3000 عام، ولعل التاريخ اتحفر وكتب وصنع في مصر، فمن أيام الفراعنة، وبحكم تخصصه كرجل زراعي فألقى الضوء على الزراعة وكيف تناولها الفراعنة وكيف بدأوا من أول تعاملهم مع منابع المياه ومع النيل العظيم وشكل الحياة في هذا الوقت، وكيف استطاعوا تحويل الزراعة الطبيعية إلى زراعة موجهة، زراعة فيها تصنيع، بدأت بالآلات، ولعل بعض هذه الآلات تستخدم إلى الآن، نوعية النباتات التي تناولوها وتوصيفهم لها، وكان في إثبات وجهات نظره بيلجأ إلى الرسومات القديمة الموجودة إلى الآن على المعابد وعلى المتروكات للفراعنة، وأيضا إلى أقاويل من العهد القديم ومن العهد الجديد ومن القرآن، فكان يسند آراؤه بما وجد من إثباتات وبراهين وأتيحت له. كنت أتمنى أن يربط أستاذنا الفاضل الزراعة أيام الفراعنة ببعدها العالمي في الحضارات الأخرى، وإن شاء الله يتناول جديد، لأننا استمتعنا كثيرا بالزراعة والحياة في مصر الفرعونية وعادتها وتقاليدها وطبيعة المجتمع والقرية، وطاف بنا في محاور كثيرة. إن شاء الله يحاول أن يضع دور هذه الحضارة والتحامها مع الحضارات الأخرى وتفاعلها معها وأثرها وتأثرها بها في مؤلف جديد.